السلام عليكم. طبعا صدفة وريتكم ده قبل كده، احنا طبعا بنحب نقلب بعضينا، ف نصوركم ده قبل ما نطلع نعمل البراويز اللي فوق. ان شاء الله اعمل لكم حبة براويز حلوة كده في التوضيبات الجاية. طبعا الشجرة دي لسه ما كملتش، في منها واقع فوق اهو، في منها طاير ومنها، فاحنا قصينا كام صورة وفي شوية حاجات كده هيكملوا، فان شاء الله هنظبطها. بس اللي ده بيفكركم بليفت ولا بمش؟ بليفت. بس زي ما عملنا الصورة دي قبل كده، طبعا الراجل ما جاش عمل الصور دي، ما كملش الرسمة عشان الأبيض ده المفروض كان يتدارى، فهظبطها إن شاء الله. نرجع ونكمل فوق. السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا ابو احمد وحشكم، وما بيبانش وما بيظهرش، ففي حاجات كنا مأجلينها من الافتتاح ما اتحطتش، فقلنا ان شاء الله ايه نظبطهم واحده ورا الثانيه كده ونرجع لحبايبنا هنا. بسم الله ما شاء الله، هنا شويه اهم حبه هنا اهو. استاذ محمود تعب معانا على السلم، تعب معانا جدا، وهنشوف النتيجه في الاخر مع بعضينا ان شاء الله. هنعمل لكم استوديو الفن. استوديو الفن على وضعنا ان شاء الله. حبيبي يا حوده، حبيبي يا بحر، تعرف من تاني اهو. نزلي بس الزرع اللي فوق ده بعد ما تخلص. احدى ماشي يا باشا. ولا هتتكسر يا محمود. قول يا باشا. انت ايه هتجوزهم يعني ولا ايه؟ مش انت ايه هتجوزهم؟ لا نجوز الفرع ده، الفرع ده نجوز الفرع ده. شوف بس اللي بيلعب بلاعه على السلم ده. حبيبي الشيف ايهاب جالنا اهو، عايزك يا شيف جرنش السقف معاهم. ماشي. بقول لك ايه عايز صور فوق مكان الزرع. محمود كتير قوي، حبايبه كتير. لا خد عليك شويه يا محمود. شمال اوعى تشوف دي الملك، اوعى شوف السعيد. الله ينور يا محمود. اللي بعده يا باشا. مالك يا ريس؟ انا عليك كريم بس. انت قدام سن. حبيبي والله. ايوه يا عم حسن. لا يا عم حسن معوق كده يا باشا. ماشي يا عم. عم حسن عايش يابا. بس هو خلاص يا قلت لمين؟ وريني عمو انور. وادي زهرة العلا. الله لسه هنا بقى. لا عايزين السلم بقى غير ده. البلاي اللي بتعملوه ده، بقول لك ايه يا محمود، زهرة العلا معوجه وانور وجدي معوج اهم. عندك الصور معوجين اهم. لا خدت مسمار. خد يا عمو فريد. انت ايه كوكو فين؟ يا عم زكي رستم. مالي مالكوكو؟ زكي رستم صح مش موجود. لا في ستيفان رستي موجود. زكي رستم. ايه؟ زكي رستم. زكي رستم. خد يا خال. حبيبي والله. شوفهم كده من هنا ظاهرين. شغالين بسم الله. يلا يا جدعان. يلا يا خال. بص ماني ونيب زعلانة ليه؟ شبه أم حمودة. حبيبي والله. بس طبعا. عالم الفن.
بسم الله احنا كده خلصنا, احنا كده كده خلصنا. بس بص يا محمود, في فرق ما بين عفتاح الاسر واسماعيل ياسين. الصوره اللي في النص عايز توسطها. هنوسطها نشوف بس الشكل النهائي. ناخدها لك بقى صورة من تحت تبقى عاملة زي. يا محمود تعبت النهارده يا محمود, وسع كده شوف خالتك ماري منيب, حماتك مدوباهم اتنين. الصوره بس دي هتتظبط يبقى احنا كده ايه خلصنا وزي الفل يا رجاله. بقى في كام صوره هنا ايه حطيناهم هنا ما رضيناش نعلقهم, رمضان بقى وكده بقى دول هنحطهم بقى ايه في الناحيه الثانيه. احنا كده بقى نقول ايه, نشوفكم على خير في فكره جديده وحاجه جديده ان شاء الله في مطعم صدفه جات. لسه بقى طبعا فريد شوقي وعادل ادهم وزكي رستم وام كلثوم والسادات وكذا حد كده يعني طالبينهم, فان شاء الله لما يجوا هنركب بقيه الحاجات دي. طبعا في ناس تقول انت لسه هتحط تاني, لسه تاني و15. يلا يا جماعة عيد سعيد عليكم, شوفكوا على خير حبيبي والله. محمود انت خلصت ورايح فين؟ ده انا قلت الناس سلام عليكم. اهرب تهرب؟ انت ما عملتش حاجة يا محمود. يا حبيبي ايه يا عم محمود؟ والله العظيم بص بلا, بس رأيك في الفكرة حلو. انت تعبت وخرمته في التفنيش. في التفنيش طبعا تحت توجيهاتي. خلص الشغل ويطلع على شغل تاني. خلص الشغل ويطلع على شغل تاني. ان شاء الله المرة الجاية مفاجأة السلم. محدش لسه شاف السلم هيتعمل فيه. المفاجأة الجاية. المفاجأة الجاية السلم بإذن الله. تحب تقول لهم حاجة الفنزات؟ قول لهم كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. قول لهم هاتوا العيدية. فين العيدية؟ هتجيلك العيدية. يلا سلام عليكم. سلام عليكم.